ثمة من لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، وهنالك أناس هكذا يخططون أن الأمر لن يعجبهم، هو قرار قبل الحدث، ولو جيء لهم برأس كليب ولبن العصفور لتظاهروا بالامتعاض وعقدوا ما بين الحاجبين وعبسوا وقطبوا، والذي يخطط مسبقا أن لا يرضى فلا حاجة لإرضائه. لست ضد النقد ولا أحد فوق النقد، ولكن من يريد فلسفة بإمكانه أيضا أن ينتقد شروق الشمس وغروبها. بعد أيام ستمتلئ هذه الساحات بعشرات آلاف المحتفلين القادمين من كل حدب وصوب لمدينة الناصرة، مؤمنين وسياح وتجار، عربا يهودا وأجانب، لأيام هي من أكثر الأيام ازدهارا في مدينة الناصرة. البعض، وأقول البعض، سيطرت عليه أفكار وتوجه جعله ينتقد الأخضر واليابس مرة بحق ومرارا بغير حق. يبث في مدينة الناصرة عشية ذروة احتفالاتها التي تجمع الجميع دون استثناء أجواء لا تصب بمصلحة أحد. وقد علمتنا التجربة أن كبر الحرائق من صغار ستاتوسات. هكذا هو شكل سنواتنا هذه، ومن لا يتصرف بمسؤولية اتجاه الناصرة فقد آذاها، والرائحة الكريهة إن انتشرت لا سمح الله فالأمر لا يترك شبرا إلا طاله. لما بفوت كل يوم بين ليش أبالغ، أما 30,000 بفوت على الناصرة بالليل وبالنهار، كله هذا دخل وضع اقتصادي اللي بنطي للناصرة، وضع اقتصادي مش لا يوم ولا يومين، يمكن لست أشهر. راهن أنه ما يكونش كريسمس ماركت، بس اليوم الكريسمس ماركت هو تقريبا للبلدية. في عنا المجلس الطائفي بس أول ليلة ب 17 شهر بإنارة الشجرة، باقي الأيام بلدية الناصرة أخذت على مسؤوليتها. ليش هاي المرة فيش أجسام مهمة مثل مجلس الطائفة أو جمعية الثقافة والسياحة؟ ليش هدول مش موجودين بالصورة هلا؟ مجلس الطائفة الحقيقة يعني هو طلب بدوش يكون، لأنه وضعه الاقتصادي صعب، فقال إحنا بإنارة الشجرة منكون وبنقدر أنطونا رقم اللي بيقدر يحطوه، فاحترمنا رأيه راح يكونوا معنا ب 17 شهر. بالنسبة لجمعية السياحة والغرفة التجارية، الحقيقة إنه العام ما وقفوش بالالتزامات اللي أنا طلبت منهن، يعني مصاري وغير المصاري كمان. احنا هاي السنة تم اختيار الفرق اللي راح تشارك في المهرجان بعدة اهداف. الهدف الاول التواصل مع الدول العربية وخاصة هاي المرة الاردن، وطبعا التواصل مع اهلنا في الضفة، وطبعا اكيد اعطاء منصة لفنانين بارزين للناصري. راح يكون في فعاليات صباحيه جدا مهمه في البلد الاكاديمي، وحتى راح يكون في منصه لحد الساعه 6 عمليا قبل ما ننتقل للمنصه اللي في ساحه العين. الدكتور عزمي حكيم، الرئيس السابق للطائفه العربيه الارثوذكسيه واحد مؤسسي الكريسماس ماركت في الناصره وعضو البلديه الان عن الجبهه، ورغم تحفظاته التي يتحفظ أن يقولها عشية الاحتفالات حفاظا على هذه المدينة، فإنه يؤمن أن لإقامة المهرجان أمر مهم. اليوم للأسف الشديد أصحاب المهرجان الأساسيين الشرعيين صفوا بريت الصورة لأسباب بتعلق بهذا الجانب أو بهذاك الجانب، مش راح أخوض فيها اليوم لأنه مش أخلاقي ومش منطقي اليوم إن نخوض فيها ما قبل المهرجان. إنه أنا شخصيا عزمي حكيم معني بنجاح المهرجان أكثر من علي سلام. هنالك أصوات لا أنكر اللي بدها مش تفشل، بدها تعكر الأجواء، ولكن أنا بقول هذا المهرجان ملك لكل أبناء الناصر، بغض النظر كان علي سلام رئيس أو غير علي سلام الرئيس. هذا المهرجان جمع أهل الناصرة من 2010 إلى 2013 بشكل اللي لم يجتمعوا بهذا الشكل من قبل. أنا واحد من الناس اللي بعتبر هذا المهرجان ومهرجان لمصلحة كل أهل البلد،
من 2010 حطينا هدفين للمشروع هذا، فرح الناس أنا بعتقد أنه نجحنا فيه، واقتصاد البلد. مآخذي مش راح أحكيها اليوم بأنه ممكن أنها تفسر ضربة للمهرجان من هون أو ضربة للمهرجان من غاد، بس بعتقد أنه كنت أتمنى أنه الشراكة الأساسية بين مجلس الطائفة وبين جمعية السياحة والبلدية تستمر، لكن للأسف على مين بدنا نلقي بالمسؤولية على هذا الإشي برضو خليها لبعد انتهاء الكريسماس ماركت. كلف الكريسماس ماركت في العام الماضي 2013 الذي جاء بين الانتخابتين الأولى والمعادة كلف 1,800,000 شيكل، وقد وصل العجز إلى 800,000 شيكل. 500,000 شيكل من العجز دفعتها بلدية الناصرة، و 100,000 شيكل تكفل بها مجلس الطائفة. أما 200,000 شيكل الأخرى فما زالت عالقة لم تدفع، وهنالك دعاوى مرفوعة منذ العام الماضي في المحاكم من مزودي الخدمات، مرفوعة على جمعية الناصرة للثقافة والسياحة وعلى بلدية الناصرة. ليش بكلف في كريسماس ماركت؟ يعني أنا بقدر بين 1.5 مليون ل2 مليون كل كريسماس ماركت، طبعا مع الحراسة مع المنصة مع المطربين مع الأكل مع كل التكاليف ما يقارب 2.5 مليون ل2 مليون شيكل. احنا نجيب مصاري 2 مليون هسه احنا عشان نغطي. في طبعا في الشركات اللي بتتبرع كل السنين، يعني في شركات اللي بتاخذ الدعايات اذا بنقص شيء بلدية الناصرة تكفلت بين 300 ل 400 ألف شيكل، يعني العام كمان تكفلنا. ويحمس علي سلام للذي يرى انهم يتمنون الاحتفالات هذا العام فشلا امرا ما. مشكلتنا هذول انه مش مستوعبين لليوم انهم خسروا الانتخابات، وانا بعرف مين هذول الناس، فانا بقول انكم تخسرتوا الانتخابات وكونوا ديمقراطيين وخليها اللعبه تكون لعبه رياضيه، خليهم يحكوا ايش ما يحكوا، المهم انت كرئيس بلديه كاداره بلديه كمسؤولين بالبلد شو قاعد تساوي، شو قاعد تطلب لاهل البلد، اللي بكرر بالاخر اهل البلد اللي انتخبوك. اليوم الشغل اللي قاعدين بنشتغله أفكر شغل ولا واحد بقدر يشتغله، بدل ما تضلكم كاملين بالنقد هذا اللي مش بناء، لو في نقد بناء أنا على راس وعيني، تعالوا حطوا ايديكم بايدينا حتى ننطي فائدة وطمرة لأهل الناصري، مصلحة الناصري فوق كل شيء. ويهمس الدكتور عزمي حكيم لعلي سلام بعض الأمور. نجاح لكريسماس ماركت هو ليس نجاح لعلي سلام، نجاح لكريسماس ماركت هو نجاح للبلد ولأهل البلد. السايح إذا كان اليهودي ولا اللي من الوسط العربي بجاي من الطير أو الطيبة أو من ترشيح أو من معلية، مش رح يتطلع يقول هذا المهرجان لعلي سلام ولا لعزمي حكيم، هذا المهرجان للناصري، هذا المهرجان لأهل الناصري، هذا يا بيرفع اسم الناصري عاليا يا بنزلها لتحت. وهذا المهرجان إذا نجح أو فشل هو نجاح وفشل لأهل البلد، وإذا نجح أنا بعده نجاح لعزمي حكيم، وإذا فشل بعده كمان فشل لعزمي حكيم. فبس بتمنى النجاح لهذا المهرجان من أجل الهدفين الأساسيات اللي حطناها، هي فرح الناس واقتصاد البلد. تفضلوا لهاي المدينة، مدينة الناصرة، هاي المدينة المميزة من 17 ل 21، رايحين تشوفوا العجائب، وأهم إشي رايحين تشوفوا المحبة بهاي المدينة واستقبال الضيف، كيف إحنا بنقدر نستقبل الضيف ونكرمه ونحترمه. تعالوا شوفوا شو هاي المدينة. آخر إشي بدي أقولهن المقولة اللي قلتها، بحبكم والله بحبكم. نسيت أن أقول لكم أن أشجار الزيتون في ساحة العين التي قصت العام الماضي من أجل المنصة، والتي شكلت جذوعها المقصوصة وقود نقاش حار بين منتقد ومدافع، لن تقص هذا العام، وكل عام وأنتم بخير.